ينضم الي النائب محمد انور السادات. اهلا بك سيدي معنا في مساء القاهره. سياده النائب، وانت رئيس للجنه حقوق الانسان داخل البرلمان، هل بالفعل شاركت في مؤتمر نظمه مركز بسويسرا يمول او مول جامعه الاخوان؟ الو الو سياده النائب، سامعني؟ معلش تكرري حضرتك. هكرر السؤال، ايه حكايه سياسه النائب انه حضرتك شاركت في مؤتمر نظمه مركز في سويسرا، هذا المركز مول جماعه الاخوان الارهابيه؟ والله لم اشارك في اي مؤتمرات في سويسرا، ولما بتيجي اي دعوات بشوفها اذا ظروفي تسمح اشارك، اذا ظروفي لا تسمح ما بشاركش، يعني زي كل نواب المجلس. يعني حضرتك ما رحتش سويسرا خالص؟ لا والله لسه ما رحتش. امال يعني، هل يعني زي ما بيقولوا يعني ما فيش دخان من غير نار، ليه الدكتور علي عبد العال شخصيا رئيس البرلمان شخصيا قال انه هيقف لممارسات النائب محمد انور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان وتجاوزاته، هيقف ليها بالمرصاد؟ والله يسأل الدكتور علي اذا كان الكلام ده صدر عنه، انما اذا كان حضرتك بتتكلمي على زياره لسويسرا لم يحدث. طب هل حضرتك وجهت دعوه لسفير دوله اجنبيه لحضور اجتماعات للجنه حقوق الانسان من غير ما حضرتك ترتب مع الخارجيه المصريه؟ احنا حضرتك البرلمان، بس خليني اوضح. اتفضل. البرلمان يستقبل يوم بعد يوم سفراء لدول كثيره، مش في اللجنه عندنا، في كل اللجان. مسألة عادية روتينية، وده من طبيعة عمل اللجان انها بتلتقي بسفراء وبوفود سواء جاية من الخارج او سفراء في الداخل، وكل ده بيتم بموافقة رئيس المجلس. يعني السفير اللي حضرتك دعيته لحضور اجتماعات لجنة حقوق الانسان كان بموافقة رئيس المجلس؟ نعم، يعني لا يتم دعوة او دخول اي من السفراء عرب او اجانب الا بناء على مذكره لرئيس المجلس وللامانه، وهي اللي بتوافق وهي بتسمح لهم بالدخول. ده حال لجنه حقوق الانسان وكل اللجان. سياده النائب، يعني هو حضرتك مش واخد بالك انه في غضبه داخل البرلمان تجاهك؟ لا، ده في رايك انت في غضبه، انما يعني انا في رايي ان مفيش غضبه ولا حاجه. انا ده مش رايي، انا ده المعلومات اللي بتصلنا اي نائب من خلال متابعتنا لاخبار البرلمان. انا ماليش راي في الموضوع. في حاجه